Alors, CM, je suis libanaise marocaine, j'ai 22 ans, je suis blogueuse et j'ai des produits cosmétiques, ou tout sous cosmétique. عندي اول اول برودوي بديت بيه هو هذا مورد الخدود والشفاء الطبيعي. المهم فاش بديت بيه نهار الاول دار البوز وتشهر بزاف، وكاع البنات اللي جربوه عجبهم، هي فين بداو كيقولوا لي زيدي دي برودوي، وهي فين زدت مقشر مرطب الشفاه، زدت زيت الشعر، سيروم الشعر، وجبت زيت كريم، وزدت دي زوتر برودوي اللي انا كنحطهم في لاباج انستغرام ديالي سوسو كوزميتيك. شنو اللي كيميز لي برودوي ديالي على الاخرين؟ انا عندي الجوده و ميم طو لي بون بري، يعني عندي اثمنه مناسبه وجوده عاليه، ومن غير هكذا انا الوحيده في المغرب لحد الان اللي دايره مورد الخدود بثلاثه الوان، الاحمر والغوز والبوردو، وسيروم على باز دو العود، يعني كي بارفومي و ميم طو كيعالج، سيروم دي شوفو. علاش زعما كنفضل المنتوجات الطبيعيه على المنتوجات الكيميائيه؟ لانه المنتوجات الطبيعيه هي منتوجات اللي مفيده للبشره و ميم طو ماشي مضره، بعكس المنتوجات الكيميائيه اللي تقدر تكون مضره مفيده دابا، ولكن على المدى البعيد تقدر تكون مضره. وانا يعني من فاش كنت صغيره وانا دائما كنستخدم المنتجات الطبيعيه، ما كنديرش لي برودوي شيميك. كنصح اي واحد عنده شي حلم يسعى عليه، يسعى باش يديرو وما يوقفش وما يحطش شي حاجز قدامه. وبغيت نهضر واحد الحاجه اخرى اللي هي هاد لي بروبليم اللي كاينين دابا ديال كورونا، وهذا اي واحد توقف على العمل بسبب ضعف السياحه بحالي انا، لانه انا كنت خدامه في هاد لو دومين ديال التوريزم، يحقق دابا الحلم ديالو، لانه دابا هذا هو الوقت فين غادي يحقق الحلم ديالو، وما ما يديرش ما يخافش ما يديرش شي حاجز قدامه. كلمه اخيره، كنرحب بجميع المتابعات ديالي ولا كليونت بيان سور، ورمضان مبارك.